تطوروا شأنكم في الكلام لأن في منع الصفقة العمومية تضعفوا بأن الميزانية أمانة للمواطنات والمواطنين لأن الميزانية تتبنى بضرائب ضرائب تاع مغاربة اللي يفيقوا الصباح اللي يشتغلوا اللي نزاهة اللي يخلصوا الضريبة ديالهم وتتبقى أمانة من يدينا حنا أي اختلاف في الصفقات العمومية لا أخلاقيين لا قانونيين لا أخلاقيين لا قانونيين خص يتحاسب عليه أي شخص دار تلاعبات في الصفقات العمومية فلذلك أنا مع عمرني يمكن لي أن تلقى كلام مسؤول من طرف عضو مسؤول يشكك في النزهة ديال أعضاء المكتب المسير والمقاسات تاعهم وكان في الإحاطة علما اتهامات مباشرة باختلالات في الصفقات العمومية سنطلب سيد باشا السلطة المحلية سيد ويلي باش يصيفط لنا المفتشية تراقب الصفقات العمومية وخاصة في ميدان الرياضة لا أشكك شخصيا بل عضو يتحمل هذه المسؤولية الكلام لمؤسسة مسؤولة إلى تبين السيد باشا بأن شيء نائب لعب في الصفقات العمومية الحمد لله بلادنا ولات الحق والقانون يجي يتحاسب عليها أمام القضاء إلى تبين بأن هذه الاتهامات سياسية المكتب المسير من حقه هو اللجوء للقضاء حفاظا على الكرامة ديالو الشرف ديالو شكرا